السلام عليكم، يا مرحبا وسهلا فيكم لأحلى متابعيني الحلوين. المهم، رمضان مبارك، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية ونكونوا بأحسن الأحوال. أنا إن شاء الله جبت لكم مشتريات بسيطة جدا اللي كان خاصني في البيت، حبيت نشري وحبيت كذلك نبقى معكم هذه المشتريات. نبدو على بركة الله، ودائما نذكركم بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم. شريت هذه الكسرونة، كما شفتوا هذه الكسرونة كنت حابة في مدة نشريهم. كسرونة ثقيلة، نحب الحاجة اللي ثقيلة حتى كل حاجة تجي فيها بنينة. هذا البقلة كذلك، يعني لابد من نذكركم بالأسعار. الكسرونة تجي شريتها ب 150 ألف، 150 ميل. هذا المقلة كذلك ثقيلة هيلة، كاين اللي يتباعوا بالغطاء تاعهم لكن أحسن بدون غطاء. أنا كذلك عندي عندي الأغطية تاع المقالي، بغيت نشري واحدة بدون غطاء، وحتى أنها ثقيلة، حاجة اللي تكون ثقيلة تجيك حتى الأكل تاعها يجي بنين. السعر تاعها 295 ألف، 295 ميل، 295 ميل، هايلة ثقيلة يعني بوغ توجور، ماشي شرط حتى تستخدمو غير شهر رمضان، يعني تستعمليهم دايما. يعني أن الحاجة اللي كانت خاصتني في البيت حبيت نشريها. كذلك هاد الكؤوس، كؤوس يعني بوغ توجور، دايما دايما تستعمليهم. العصائر الشكل تاعهم عجبني، قلت والله راح نشريهم. السعر تاعهم يعني نسيت هادو، السعر تاعهم مش عالي. يعني عندي في البيت لكن قلت نشري هادو، عجبني الشكل تاعهم. ونتمنى حبوباتي يدخل عليكم هذا رمضان وانتم بصحة وعافية. الحاجة الوحيدة اللي عجبتني دوم بعد راح تشوفوها، هايلين يعني حتى الاكل تاعهم ويجي ولا اروع، يعني ننصحكم بهم من بعد راح تشوفوهم، القدرة والطاجين. المهم، كذلك هذا المفارش، مفارش الطاولة، يعني شريت 3 بياس، كل بياسة 24 ميل، 24 ألف. شريت 3 تاع لي بياس 24 ميل. كما تشوفوا شريت كذلك هاد، يقولوا عليها ملعقة، كذلك عندي واحدة كبيرة والصغيرة كما كيفها، يعني راهي استخدمتها بزاف وضاعت لي. هذا المفرش كذلك غطاء الطاولة، الطاولة المربعة، الطاولة المربعة 4 كراسي، 150 على 120. السعر تاعها 75 ألف. عجبني هاد الشكل تاعها، يعني شابة حتى الشكل تاعها هايل. 75 ألف، 75 ميل، تهبل حتى الشكل تاعها يهبل كما تشوفوا، 150 على 120، يعني بوغ توجور، ماشي شرط حتى شهر رمضان نشرو مشتريات، دايما رانا نشرو. هذا كذلك ورق الطهي، جبت زوج ورق الطهي، يعني نستعملهم دايما، وبلا ما ننساو الحبايل.
ونتمنى حبوبات ان شاء الله تكونوا بخير. والقدرة، القدرة دائما انا نطيب في القدرة كما نحبها، عندي قدرة كيفها لكن شوية راهي ضاعت لي. نحب ان الاكل تاع هاد القدور يجو بنين، الاكل تاعهم يجي بنين يهبل. عندي اللي عندي في البيت شوية كبيرة، قلت نشي هدي صغيرة هايلة، لكن فقط لازم يعني تستحفظ عليها. وعندي هذا الطاجين، هادو ننصحكم بيهم، القدرة 85 ألف، وهذا الطاجين 95 ألف، هايل. 95 ميل الطاجين، والقدرة 85 ميل. ننصحكم بهذا القدور وهذا الطاجين هايلين، والاكل تاعهم يجي بنين. ونتمنى حبوباتي تعجبكم هذه المشتريات وتكون في حسن الظن تاعكم. وهذه هما المشتريات تاعي اللي كان خاصني في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.